أهلا بكم من جديد في هذه الجولة من أعمدة الرأي والمقالات. نبدأ من زاوية إليكم للكاتب الطاهر ساتي من صحيفة اليوم التالي والتي جاءت اليوم بعنوان الكذبة الثانية. ابتدر ساتي زاويته نهار الأمس كالرجل الذي أضع خاتمه في غرفته المظلمة ثم خرج يبحث عنه تحت أعمدة كهرباء الشوارع. غادرت الأحزاب الثلاث المسمات بالمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير إلى الإمارات، الواثق البرير، عمر الدقير، بابكر فيصل، وطه عثمان ممثلا لتجمع المهنيين جناح فولكر. والمناسبة عندما تشاهد طه عثمان ملتحفا ثوب تجمع المهنيين تزداد إيمانا بالحكمة الشعبية. أخر البليلة حصحاص. المهم غادر الوفد الرباعي للإمارات ربما للتزود بالخير والبركة أو ليشكو البرهان للكفيل، فالإمارات بالنسبة لهم إما مصدر طاقة أو حائط مكة. وفيما هم بالخارج تجمدت مفاوضات الإعلان السياسي الجديد بالداخل منذ شهر تقريبا، ويقول المتحدث باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف بالنص تم الاتفاق على محتوى الإعلان السياسي ونأمل أن يفرغ من مشاكلهما الداخلية لتوقيعه. وخالد يقصد بأن لمناوي وجبريل مشاكل داخلية تحول بينهما والتوقيع على الإعلان السياسي، وهذا غير صحيح. ومن المؤسف أنها المرة الثانية التي لا يصدق فيها حلفاء الإطاري مع الشعب، فالأولى حينما زعم كمال عمر توقيع مناوي وجبريل والمرغني على الإطاري ونفته الكتلة الديمقراطية. وخالد عمر أيضا ينفي بالنص نأمل أن يفرغ من مشاكلهما الداخلية لتوقيعه، ونأمل أن يعتذر كمال عمر عن تلك الكذبة. ويمضي الكاتب ومع كمال عمر، فإن خالد عمر أيضا مطالب بالاعتذار عن الكذبة الثانية. ليس لمناوي وجبريل مشاكل داخلية تحول بينهما والتوقيع على الإعلان السياسي، بل رفض المجلس المركزي لمعايير التوقيع الموضوعية هو الذي يمنع التوقيع. فالكتلة الديمقراطية تقترح توقيع كل القوى السياسية ما عدا المؤتمر الوطني، وهذا ما يرفضه المركزي الذي ينتقي ما يشاء من القوى دون توضيح معيار الانتقاء. فالمركزي يناشد التيجان السيسي ويتوسل إليه ليوقع، ويرفض مبارك الفاضل رغم أن كلاهما شاركا في نظام البشير وكلاهما كانا خارج نظام البشير عند سقوطه. ثم أن المركزي يحرص أن يكون الشعبي وأنصار السنة والاتحاد توقيعا، ولكنه يرفض آخرين كانوا مع هؤلاء في سرج الإنقاذ. وهذا الانتقاء هو سبب توقف العملية السياسية وليست مشاكل مناوي وجبريل الداخلية. فلماذا يكذب خالد عمر على الشعب؟ ولحين ذكر الأسباب المنطقية لقبول هذا ورفض ذلك، فليعلم شعب السودان قبل حكومة الإمارات أن المجلس المركزي هو المسؤول عن تعطيل الإعلان السياسي وتشكيل الحكومة المدنية. نعم، المركزي وليس الكتلة الديمقراطية ولا العساكر. وختم الكاتب يقول خالد عمر تم الاتفاق على محتوى الإعلان السياسي، ولم يكمل حديثه بحيث يعرف الشعب المحتوى المتفق عليه. ختم الكاتب قائلا الشعب آخر من يعلم، أي بعد الثلاثية والرباعية والخماسية وغيرها من مكونات الفرنجة.